عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. وأشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 557 ألف سيدة في غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي، مشددة على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات. وأيضا ذكرت الهيئة الأممية في تقرير لها أن الأعباء الملقاة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد، ويتم حرمانهم من الوصول إلى الخدمات، وتتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر، كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل ردا على غارتين إسرائيليتين أدت إحداهما إلى مقتل أحد عناصره. وقال حزب الله في بيان أنه قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات الصواريخ من طراز الكايتشوا. وإثر هذا القصف قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها بدون وقوع إصابات. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أكثر من نصف السودانيين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الحرب في السودان. وأشار التقرير إلى تطور صارخ وسريع في وضع الأمن الغذائي مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرت في ديسمبر الماضي، مع زيادة بنسبة 45% في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتا إلى أن الأزمة قد تؤثر على حوالي 25.6 مليون شخص، ومن بينهم 755 ألفا في ظروف مجاعة، و 8.5 ملايين آخرون يواجهون أوضاعا طارئة. رشح قادة الاتحاد الأوروبي الألمانية أورسولا فوندرلاين لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، واختاروا البرتغالي أنطونيو كوستا ليصبح الرئيس المقبل لقمم الاتحاد الأوروبي. وتم اختيار الأستونية كايا كالاس لتكون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد لتحل محل الإسبانية المنتهية ولايته جوزيب بوريل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عندما تولى حكم الولايات المتحدة كانت الأمور سيئة للغاية، وكان لابد من إعادتها إلى ما كانت عليه من قبل وخلال أول مناظرة رئاسية. أضاف بايدن أنه عندما غادر الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم كان الوضع يحمل الكثير من الفوضى، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والمنازل والبنزين، وكانت الولايات المتحدة غارقة في الديون، لافتا إلى أنه ورث تضخما كبيرا. ومن جانبه أكد ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أعظم اقتصاد في تاريخها، مشيرا إلى أنه وفريقه حققوا الكثير من الإيجابيات لدعم الاقتصاد. وألقى ترامب باللوم على بايدن في ارتفاع التضخم وعدم قيام إدارته بأي شيء حيال معالجة الأمر.